الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية 27 للقوات المسلحة: أنا مستعد ألبس الأوفرول وأقاتل لتحيا مصر. أقسم بالله العظيم لو سقطت مصر لضاعت الأمة العربية. السيسي يكرم أسر الشهداء وأبطال العملية الشاملة سيناء 2018. وأم أحد الشهداء للرئيس: ابني بيوصل لك رسالة بيقول لك فيها خلي بالك من مصر ويوم الوفاء بتاعنا ليك في الانتخابات. رئيس مجلس الوزراء قبل مغادرته لألمانيا للمتابعة الصحية: اجتماع الحكومة الأحد القادم لمناقشة الموازنة العامة الجديدة تمهيدا لرفعها للبرلمان. الدولة المصرية بكل أجهزتها تتحرك للثأر من قتلة مريم في بريطانيا. الخارجية تبدأ في إجراءات نقل الجثمان لمصر واستيفاء كافة الحقوق القانونية لأسرتها.